يكمل قايو كمل جيبو لي شرايتو من دار جمل جيبو لي شرايتو خضرة سكنت بواد كله أدب الماء يركض خلفه ينساب جبل يلوح على الناظرين بأفقه قد تكذب العين والريم أسراب دارفور هي رقعة جغرافية تقع في الجزء الغربي للسودان فهو إقليم مترامي الأطراف متعدد المناخات حباه الله بأودية وسلسلة جبال مرة سياحية فجعلت منه مرتعا خصبا للصيد والإنسان وشكلت فيه الخضرة والمياه المتدفقة منظرا خلابا يسر الناظرين دارفور هذا البلد الطيب ذو الكنوز ذو السيادة ليس قبائل ولا شعوب بل إنها أمة ذات سيادة كان للإدارة الأهلية حضورا مميزا في صناعة تاريخ دارفور ونموذجا في فن إدارة التنوع القبلي فتعايش الناس على أساس المواطنة والمصلحة المشتركة في التجارة والرعي والزراع فهي أرض الحضارات والممالك مملكة الداي ومملكة الداجو ومملكة الفور قد قيلت عن قبيلة الجمر ولكن قبيلة الجمر قبيلة مجاهدة صامدة زيفت إرادتها بتلك الفئة التي زيفت وأهانت وداست كرامة دارفور قبيلة القمر هي إحدى قبائل الإقليم العريقة إذ تميز أفرادها بحفظ كتاب الله وتعلم العلوم الإسلامية وامتهنوا الزراعة والرعي والتجارة فمدينة كلبس التي تقع في قرب دارفور هي العاصمة السياسية للجمل ومقرا للسلطنة والنحاس والتراث وتاريخ القبيلة الناصرة ولد السلطان إبراهيم بكر هاشم بغرية قردود وتدرج في السلم التعليمي وعرف بنضاله منذ نعومة أظافره فكان من قادة انتفاضة الفاشر في العام 1980 وكان عضوا بالجمعية التأسيسية وصاحب مبادرة المسألة المستعجلة بالبرلمان عن تدخل القوات الأجنبية في دارفور حينما اشتدت معاناة أهل إقليم دارفور من تهميش وظلم حكومات الخرطوم المتعاقبة وحينما انتظم صف المقاومة وعلى صوت البندقية كان للجمر موضع قدم في الكفاح المسلح تحت إمرة السلطان إبراهيم أبكر هاشم القائد العسكري بحركة العدل والمساواة
بعد معركة طويلة ونضال مستمر من أجل رفاهية الشعب السوداني الأبي، وحينما أشرقت شمس الحرية وأزيح كابوس الحرب، وبعد انتصار إرادة الشعب استجابت حركة العدل والمساواة لنداء بناء الوطن محققة شعار السلام، فكان السلطان ورفاقه الميامين بالحركة صناع للسلام والوحدة والمساواة. له إسهامات مشهودة في المصالحات القبلية، وانضم إلى ركب حركة العدل والمساواة في العام 2007 مع عدد من أفراد القبيلة، وكان من ضمن قادة عملية زراع الطويل في العام 2008، والتي أسر خلالها لتسع سنوات عجاف حتى أفرج عنه في العام 2017 حرية سلام وعدالة. شكرا يا زملاء، شكرا يا زملاء، الدور هي سمكة، سمكة في نار وشوك بدون نظام. يا زملاء يا زملاء، أمكم ميرم أبوكم سلطان. Shall I do?